ضمن جهود الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم والتعريف به والدفاع عنه وتجريم الإساءة إليه قانونيا وشعبيا في كافة أنحاء العالم، عقدت الهيئة التي تضم عددا كبيرا من علماء ورموز ومفكري الأمة مؤتمرها الدولي الأول بمدينة اسطنبول التركية. أولا، تعمل الهيئة ما وسعها الجهد وبتوجيه ومشورة من علماء الأمة على التعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة بكافة اللغات الحية، أملاً في سد ثغرة قد ينفذ منها بعض المغرضين لتنفيذ أغراضهم الدنيئة بالنيل من سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. وتنطلق رؤية الهيئة من أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم معززاً مكرماً، ورسالتها في هذا استثمار كل مجهود في نصرة الرسول الكريم وتحويله إلى خطوات فعالة ومنظمة. مهمتنا الأولى هي التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم للعالمين بأفكاره الصحيحة وأخلاقه العالية وسنته السنية وصورته البهية. أما وظيفتنا الثانية فهي التمثل بأخلاقه وسيرته عملياً، والعمل الدؤوب بالعلم والحكمة لإزالة التعصب الراسخ عند الغرب من خلال الأمثلة العملية والنماذج التطبيقية. كما تهدف الهيئة لإيجاد المنصات الجامعة التي تقوم بواجب النصرة، فتجمع الأفكار وتوزع المهمات وتتابع التنفيذ وتقييم الفعاليات انطلاقاً من تركيا التي اتخذتها الهيئة مقراً لها. فإذا كانت هذه الهيئة العالمية لنصرة النبي هي ثمرة الحملة الشعبية، فإنها ستجد في تركيا المكان المناسب لها لتعلن انطلاقتها منها، وهو ما حدث بالفعل ونراه الآن متحققاً. هيئة علماء المسلمين في العراق كانت حاضرة في أعمال مؤتمر الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام من خلال وفد تضمن مسؤول القسم السياسي في الهيئة الدكتور مثنى الضاري وعددا من أعضاء مجلس الشورى، حيث أكد الضاري على الأهمية الكبيرة لتأسيس هيئة نصرة نبي الإسلام وجهودها وخططها المستقبلية. تأتي أهمية هذه الهيئة من كونها جهد شبابي أولاً، ثم جهد علمائي من علماء الإسلام، حيث يضم مجلس الأمناء 50 عالماً من علماء ودعاة العالم الإسلامي المعروفين. وهدف الهيئة هو التنسيق في الجهود من أجل استمرار هذا الزخم الكبير لعملية المقاطعة ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بوسائل عملية وعدم الاكتفاء بالوسائل النظرية. وأمام الانتهاكات التي طالت الرسول الكريم، كان لابد من توحيد الجهود بين كوكبة من الحريصين على نصرة الحق والعدل والدفاع عن نبي الرحمة من خلال أعمال فاعلة منظمة وفق رؤية واضحة وأهداف محددة. فكانت الثمرة الأولى لذلك الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام.